السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيتكم بتحلية جديدة اللي هي تحلية في ليمول. هادو تاع 6 ب 20 ألف. وش راح نحتاجو في التحلية تاعنا؟ راح نحتاجو موزة، كاطو تاع برينو هذا تاع الفيل، صوص كراميل اللي ديجا كنت خدمتها من قبل، فلون كراميل، زوج مغارف سكر، نصف لتر حليب، هنايا زبدة واسل اللي ذوبتهم. اول حاجة حنديروها نحكمو كاطو برينو تاعنا، نرحيوه في الروبو ونعاود نرجع لكم. بعد ما رحيت الكاطو تاعي راح نزيد له زبدة والعسل، نلمو بالزبدة والعسل. بعد ما تلمت هاي ليكم، راح نحطها كطبقة اولى في ليمول تاعي. هامليكم ليمول تاعنا بعد ما درت الطبقة الأولى تاع الكاطو، دوكا راح نقص الموز ونديرو كطبقة ثانية. هاي ليكم الطبقة الثانية اللي هي الموز. دوكا راح نروح نخدم الفلون تاعي، نصف لتر حليب مع شكارة تاع فلون وزوج مغارف سكر. هنا راح نخدمو الفلون تاعنا. هنا عندي نصف لتر حليب، نزيد له زوج مغارف سكر، وفلون نوارا. بعد الطبقة تاع الموز راح نضيفه صوص كراميل فوق الموز. نكملهم كامل نفس الطريقة. بعد ما ضفنا صوص كراميل فوق الموز راح نضيفه الفلون فوقهم. هاوليكم بعد ما زدت الطبقة الثالثة اللي هي طبقة الفلون، راح نحطهم يبردوا، من بعد نعود نرجع لكم بعد الديكور. هاي ليكم التحلية تاعنا بعد ما كملت ديكوريتها. كما راكم تشوفوا ديكوريتها بالموز والكراميل وشوية غوفريت مفتت. ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها وتدعموني بلايك وكومنتار. والى الملتقى مع وصفات جديدة.